تريد تروح الأربيل؟ هاي الظروف بابا، يعني احنا إذا بقينا هنا ايش راح نسوي؟ اي صح، ايش راح نسوي؟ كل شيء ما نسوي، ايش بدينا؟ نروح الأربيل، تونس، نروح مدينة الألعاب، طب مطاعم، طبيعي، عادي. هم أهلي يصيحوا لي قطعي قطعي. عادي. شنو يعني وإذا ابن عمتك ضايع؟ ندري بيه حي، ميت. عمتك المسكينة اللي راح تموت من القهر. وجدك إذا خابرني ما جاوبه. لو أقول لك أسد التليفون، تدرين ليش؟ لأن أنا واحد غيرة سز. حشاك. لا والله غيرة سز ونص، لأن مربي هيك أدب سز عندي بالبيت. بابا مو هيك قصدي، خلي أفهمك. شو تردين تحكين أنت بعد؟ شو تردين تحكين ها؟ أنت شنو بابا؟ شايفة روحك؟ أنت تردين تمشين البيت على مزاجك؟ نطب بكيفك ونطلع بكيفك؟ بعدين لا تحترمين أب، لا تحترمين أم، أنت شنو أنت؟ شايفة روحك؟ أنت صرصر بهذا البيت، أدوس راسك بالقندرة. كافي، لا تصيح علي. أصيح عليك ونص؟ ليش؟ أفرك حقك فرق، فهمتي لو لا؟ كافي يا عيني، كافي على كيفك، مو زين على صحتك، كافي. هسه أنت خايفة على صحتي؟ يعني أحكي إياها ما عاجبك. هسه أنا المخوش مو؟ طبعاً أنا المخوش مو؟ هاي تربيتك ساعة. هدينا لا هاي تربيتك. يعني ما أحكي. أنت تطيها مسكة وتطلعت عينها علينا. أنا من أحكيها تقولي طلعت عينها. من ما أحكيها تقولي ليش؟ بعدين نحكي. ألف واحد لدراما على أصولها.